السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع جولد فيزيو 32 بوصة LCD بمشكل. كما تلاحظون الصورة مقسمة إلى أربعة أجزاء أو أربعة أقسام كما تلاحظون. الآن سوف أقوم بفتح التلفاز وأريكم طريقة يعني إصلاح هذا المشكل فتابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وأي شخص يشتغل في هذا التلفاز لأول مرة سوف يعتقد بأن سبب المشكل من الفلاشة. يشحن الفلاشة ويبقى المشكل كما هو، ويقول بأن المشكل سوف يكون لا محالة من البانيل، من الشاشة بها مشكل. فالمشكل ليس من الفلاشة ولا من البانيل، المشكل من الفيرموير، من هذا الإبروم. هذا الإبروم يحتوي أصدقائي على فيرموير، ما يسمى بالفيرموير، وهو برنامج أو برامج ثابتة تكون يعني من الشركة المصنعة، يعني تكون مثبتة هنا في هذا الإبروم. هذا الإبروم موجود فيه إعدادات البانيل، الشاشة وآي دي البانيل، كل الشاشة أو كل بانيل لديه رقم آي دي. هذا الآي دي لهذا الشاشة فهو مخزن هنا في هذا الإبروم، بحيث هذا المذربورد أو هذه اللوحة كلها تتوافق أو تتماشى مع الشاشة، لأن موجود تعريف للشاشة في هذا مخزن في هذا الإبروم، وأيضا مخزن حتى أكواد الريموت كنترول. ولهذا تجدون مثلا نفس هذا البوردة مركبة في تلفزيون آخر باسم آخر، ومركب يعني فيه شاشة أو بانيل من نوع آخر. وتجد مثلا الريموت كنترول مثلا لهذا التلفزيون، تجد نفس هذا البوردة مركبة في تلفاز آخر ولكن بريموت كنترول يعني مختلف. إن شغلنا مثلا ذلك الريموت كنترول في هذا التلفاز لن يتحكم، بالرغم من أنهم يعني لهم نفس البوردة، متشابهين في البوردة. هذا كله، هذا الاختلاف كله موجود في الإبروم، لأن الشركة المصنعة هي التي تثبت برامج ثابتة هنا أو تعريفات تكون ثابتة خاصة بالبانيل وبالريموت وإلى آخره. إذا في هذا التلفاز ماذا حدث؟ وقع تغيير في إعدادات البانيل أو الآي دي الخاص بهذا الشاشة أو بهذا البانيل هنا، يعني تغير أصبح آي دي آخر، وبالتالي أعطتنا الشاشة صورة مقسمة إلى أربعة أقسام. إذا أصدقائي سوف أقوم الآن بتعبئة هذا الإبروم بنسخة تكون مشابهة أو مطابقة لهذا التلفاز، يعني يكون ذلك الإبروم مأخوذ من نسخة يعني مأخوذة من نفس هذا الإبروم، من نفس هذا الشاشة ونفس هذا البانيل. هذا هو رقمه بالتحديد، يكون نفس هذا البانيل لكي يعني يشتغل التلفاز وتشتغل الصورة بشكل جيد. ولحسن الحظ أنا لدي نسخة أصلية لهذا الإبروم، نفس هذا الموديل ونفس هذا البانيل وكل شيء، وهي من الأرشيف. الأرشيف عندي، قد احتفظت بها يعني لسنوات هذه النسخة، لأنني سابقة وإن اشتغلت في هذا النوع من التلفزيونات، هذا الموديل بالضبط. وهذا المشكل صورة مقسمة إلى أربعة أقسام فهو شائع في هذا الموديل. لحسن الحظ ما زلت محتفظ بنسخة، لأن هذه نسخة الإبروم فهي نادرة. موجود تجدون يعني الفلاشة، نسخة الفلاشة موجودة، ولكن الإبروم فهو يعني نادر لهذا النوع من المذربورد. وقد تجدون إبروم ولكن ليس يعني مأخوذ من مذربورد مركبة مع شاشة يعني مختلفة. إذن أصدقائي سأقوم بإعادة شحن هذا الإبروم فتابعوا. إذن سأستعمل المبرمجة RT809F ولن أنزع الإبروم، سوف أبقيه في مكاني، فقط سوف أستعمل هذا السوكيت هذا
لا حاجة لنا بأن نزيل الإبروم من مكانه. إذا على هذا الشكل الآن سوف نأخذ المبرمجة أوصلها مع الحاسوب بواسطة كابل اليو اس بي على هذا الشكل. الآن نتجه إلى الحاسوب. إذا نأخذ البرنامج الخاص بالمبرمجة هذا هو. نضغط على الخاصية هذه. إذا البرنامج تعرف على الإبروم فهو 24C16. إذا نأخذ هنا نضغط على Open. إذا هذا هو الإبروم كما قلت فهو من الأرشيف. لاحظوا التاريخ الذي قمت يعني بتسجيل هذا الإبروم هذه النسخة. إذا نضغط على هذه الخاصية هذه. الآن قد تمت يعني تعبئة الإبروم بنجاح. إذا نأتي الآن إلى هذا نزيل هذا السوكيت هذا نزيل هذا المبرمج من هنا. الآن سنوصل الكهرباء بسم الله. إذا نرفع التلفاز. إذا كما تلاحظون هو المشكل قد انحل. هو إذا هو التلفاز الآن شغال بشكل جيد. المشكل بسيط ولكن أصدقائي من واجهوا المشكل أول مرة سوف يعني سوف يبقى مدة طويلة لحين أن يعرف يعني السبب الرئيسي للمشكل. وللإشارة هذا التلفاز ذهب به يعني صاحبه إلى تقني آخر وطلب منه لتصليح هذا المشكل طلب منه مبلغ 600 درهم ما يعادل يعني تقريبا 60 دولار لإصلاح هذا المشكل. والإشارة صاحب التلفاز أو صاحبة التلفاز فهي امرأة فقيرة طالبته بأن يقوم يعني بتخفيض السعر ولم يخفض السعر قال لها آخر ثمن. المهم أتت به عندي. فالمشكل يعني بسيط. في رأيكم أصدقائي هل هذا المشكل يصلح ب يعني 600 درهم 60 دولار؟ مع العلم أن السيدة يعني فقيرة وقالت له بأن الرجل متوقف عن العمل ونحن في هذه الظروف يعني الحجر الصحي وكورونا إلى آخره وبالتالي لم يرحمها. أكيد أن هذا التقني لم يستطع يعني إيجاد حل لهذا المشكل ولهذا قال لها 600 درهم. لو كان يعرف بأن الحل بسيط على هذا الشكل حتى وإن طلب منها 600 درهم عندما قالت له خفض لي السعر سوف يخفض لها السعر. وعندما تقول له أعطيني تلفازي لست قادرة على إصلاحه الآن يقول لها انتظري سوف أصلحه لك لأنه يعرف مسبقا بأن المشكل فهو بسيط. إذا بما أنه بقي متوقف على الثمن ومصر على الثمن 600 درهم هذا يدل على أنه لم يعرف يعني سبب المشكل من الأصل. وبدليل لاحظوا موجود هنا في كابل LVDS لاحظوا يوجد هنا اثنان من الأسلاك يعني سابقة يعني أن سابقة تقطيعهم. لاحظوا قطعهم لا أعلم ربما يعني حار هذا التقنية أكيد. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو وأتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم.
أما بالنسبة للثمن سوف أصلح هذا التلفاز بالمجان لهذه السيدة لأنها فقيرة. هو نحن في هذه الظروف لا يمكن يا أصدقائي أن نوركو على بنادم حشومة العواشر هذه والناس مأزمة. إذن أصدقائي مع السلامة.